راح تجيب عيالها كلهم. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلها. طبعا في هذا المقطع راح نبدأ سلسلة جديدة اسمها سلسلة ايش راح يصير لو. شرح السلسلة بكل بساطة، ايش راح يصير لو اخذنا الشيء المعين للمكان المعين. اعطيكم مثال، مثلا ايش راح يصير لو اخذنا مصاص الدماء مثلا الى المدينة، ايش راح يصير لو اخذنا مصاص الدماء الى الشرطة، ايش راح يصير اذا اخذنا مثلا الشيطان الى مصاص الدماء. فيعني راح تكون مجموعة من الفيديوهات الشيقة. اذا عجبتكم السلسلة اكتبوا لنا في خانة التعليقات عشان نستمر. اول حلقة من هذه السلسلة راح تكون ايش راح يصير لو رحنا للعائلة واتسون او هذه العجوزة زي ما يعرفها البعض. بالنسبة للمكان العائلة واتسون راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة الوالس ستيشن. لما تخش البيت راح يدور حوار بينك وبين ميسيز واتسون زي ما تشوفون في الجيم بلاي، اترككم مع الحوار. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me hell and I ain't in a sociable mood. Which one are you again? Walker? Wheeler? I don't know. All you boys look the same these days. Through the back there. No meddling. And, which way's that again? I got 2 rooms, Muttonhead. Which way do you think is back? Where do they find these idiots? طبعا بعد ما ينتهي الحوار بينكم، ترى في القبوة او البيسمنت راح يكون في سيمي اوتو شوتجن، شوتجن جدا جدا قوي تقدر تاخذه بلاش. طبعا لما ترجع مرة اخرى لميسيز واتسون وتسرق منها راح تكون ردة فعلها صارمة جدا. اترككم مع الجيم بلاي. Now that's a worst mistake you could ever make. I'll do worse than that if you don't stop squawking. Let me give you some advice. Turn around. Walk out of here. Get far, far away. I said, get the hell out of my house. Now, you son of a bitch! You son of a bitch! That's it. I'm gonna find my sons. They'll skin you alive when I tell them what you done. طبعا زي ما شفتوا بعد ما سرقت منها عدة مرات عصبت علي وقامت من الكرسي وقالت والله لناديلك عيالي يجلدونك جلد. بعدها تركب حمارها وتروح في الماب. طبعا حاولت اني الحقها، قدرت الحقها لكن ما ادري صراحة وين تروح. اراضيها جدا جدا صعبة، يعني تخش من تحت الشجرة المعينة وتطلع فوق الجبل المعين وتنزل منه، فصراحة يعني اراضيها جدا غريبة. طبعا بعد مرور اللي هو 24 ساعة راح نرجع للبيت وراح نشوف ايش راح يصير. لما ترجع للبيت للمرة الثانية راح تلاحظ انه والله فعلا ميسيز واتسون جابت عيالها، تقريبا 4 عيال طول في عرض مسلحين ومجرمين. طبعا انا حاولت بقدر الامكان اني ما اقتلهم لاني ابغى اربطهم واشوف ردة فعلهم لما اربط امهم واخذها معايا في الحصان. طبعا تعبت مرة معاهم لانهم مرة قوياء وسلحتهم جدا دمجها عالي ومن كلوز رينج كمان يعني يلدوني جلد، لكن يعني بعد عدة محاولات قدرت اني امسكهم وارصهم كلهم مقابل منزلهم زي ما تشوفون في الجيم بلاي 5 اشخاص زي اللهب. طبعا الان انا راح اخذ امهم واحطها على حصاني
وبعدها راح أفك قيد بقية العيال وأشوف إيش ردة فعلهم لما أخذ أمهم وأهرب. والله فعلا هذول العيال أو هذول الأشخاص راح يلحقونك في جميع الأماكن اللي تروحها. لو تروح الثلج راح يجيبونك راح يلحقونك، لو تروح المكسيك راح يلحقونك، حتى لو مشي أقول لك يلحقونك مشي. فعشان كذا سوينا سلسلة إيش راح يصير لو، يعني إيش راح يصير مثلا لو أخذنا هذول العيال وديناهم عند الدب، هل راح يقتلون الدب، هل الدب راح يقتلهم؟ فراح تكون يعني بعض التساؤلات البسيطة. بعد ما مشيت يعني فترة معينة وقفت ونزلت أمهم وضربت معاهم، جلدوني جلد لكن في الأخير قتلتهم. بعدها فكيت قيد الأم، أباكم تشوفون الأم الملاكمة القوية هذه. صراحة هذه مايك تايسون، هذه فلويد ماري ويذر، صراحة جدا جدا قوية وبكستني تبكيس. لو ما أخذت ترى الدواء كان وفاة على طول، ها؟ فصراحة شيء جدا جدا رهيب في هذه العائلة. لما ترجع للبيت للمرة الثالثة راح تلاحظ شيء محزن جدا وصراحة حزني. Oh, that smells. راح تلاحظ انه الام للاسف ماتت، وصراحة زعلت عليها لانه صراحة كنت اجي واتونس مع هذه العائلة، لكن للأسف لما تقتل عيالها هي كمان تموت من الغبنة والحزن. طبعا بكل بساطة هذه هي السلسلة. اذا كان عندكم اشياء مشابهة جدا او اشخاص مشابهين لعائلة واتسون اكتبوا لنا في خانة التعليقات يا اصحابي، واكتبوا لنا ايضا اذا عجبتكم السلسلة او لا نستمر ولا لا. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك سبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدز الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.